بالسياسة بالسياسة بس بس بالسياسة. سايسني يلي مسايسني ولا تحسب روحك عالرب، انتي ما بكلامك تكبسني زعما متسيس شفاف، عاملنا فيها سياسي تفهم في لغة الكراسي، شعاراتك ماكش ناسي لازم تحصل في المندى لازم تحصل في المندى. بردي اختاري توا جيبي في المشهد هذا ايش عملت لك له؟ مشاهدينا الكرام اهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الحوار السياسي. ضيف جديد يحضر معنا في الاستوديو واسئله جديده وقضايا كثيره مطروحه على الساحه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه في تونس. نستضيف اليوم الاستاذ طاهر هميله الناشط السياسي وعضو مجلس الوطني التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه. استاذ طاهر، يعني بما انك فصيح يعني مسترسل في الكلام، هل تفكر في كتابه مذكراتك مثلا؟ والله افكر، ولكن انا عندي ديوان شعر. شعر؟ اي شعر. الفصحى؟ اي فصحى. عاد باش نرتب باش تقرا لي قصيده بعد مقطع. باش لو كان قلت لي راني جبت في ديما اي شيء نقرا لك بعض شيء. يا تحفة الزمن في متحف الأمل في بعضك أثر من قبلة النحل، يا ليتني نحل أرتاد للقبول. القلب قد شرد في واحة المقال فسرت أطلبه سعيا على مهلي، حتى ظفرت به فانقاد في كسلي وظل يتبعني كالطفل في الوحل. جيد، أنا عندي جزء آراء كمحللين سياسيين في تشخيص تشخيص لأمراض المعارض. يا عرفاوي يا عمارة يا وكان البرة هاو البرة مش يجي هاو يخدم هاي تو يصور قلت لك يجي بعد يا عمي بعد يجي هي عيته لي عيته لي يا ولي نجمش نرتاح سامي تو يخدم معنا نجمش نرتاح أعطي هزه هزه ولا الغادي أعطيه كرسي أعطيه كرسي يا عمي يجي بعد ارتاح انا شوية تو بعد يجي يرحم والديك لا يجي هنا لا لا اهو جاب الكرسي تفضل يرحم والديك تحل السكر وتعلي الدم ولا شيء اشتر عشو جيدي ربي يصلح رايك سيميل شكون وش قلت سيميل تعرفوا دكتور هميل هنا سيميل دكتورة عسلام سلم يرحم والديك لاباس الحمد لله عايش والله يرحم والديك جيتك مرتين هزني ليك سامي ولدك هدايتك مصلي على النبي عليه الدواء تاع المفاصل هذاك نفعني المرة اللي فاتت والله ما عاد رجعت لي خلاص قعدت عندي كان شوية فشلة والله كنت هبط لك غادي انا كان هذا بالله يعدي علي هنا من غير وليدي تخسرني في تاكسي يرحم والديك ستر رب ستر يرحم والديك شوف لي بالله والله العظيم خذ خذ القعد مش هميلة الدكتور هذا الدكتور هميلة يرحم والديك مش طبيب هميلة نعرفه حق نعرفه ما هو عنده البيرو بتاعه في الباساج مشيت تعرف مره تعرف المجلس التاسيسي تسمع بالمجلس التاسيسي لا مش اسمع فيك تسمع بالمجلس التاسيسي هي الباساج والنهج مرسيلي هكا منه شوي تسمع بالمجلس التاسيسي ستا مش نرجع توا من غير ما تشرب سيجاره خلي في العقل نعمل جنب شوف بالله شوف تفضل كيف شوف عدي علي بالله مانيش طبيب جيتك مرتين هودي مانيش طبيب
وين جيتك مرتين هذاك ولد عمي مش انا يشابه بعضنا انت كيف اخ الزريق اللي عمل هاني المره اللي فاتت رتحتني مره اي هذاك ولد عمي طبيب ماني مش طبيب شوف تسلم الدم يرحم والدي هسه هنا يقوي ساعدك ويربي يشدك في ساحه بدك موش هاني موش هاني موش هاني شوف والله كيف ماليش طبيب مسلي في كتافي نحس بالراحه يرحم والدي اي هذا صحيت يرحم والدك اياه ايه هو العرق نتاعك ينبض صحيح ترى شوف لي بين كتافي ترى لا لا بين كتافي ترى باهي لا 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 ما تبدأ توا يا سهلين راني في عون بويك راني عادي عليا مش تبدأ تعدي فيها علي لا لا هذه مش بقعد طبيب هذه يا اخي انا خلصيك غادي ولا هنا هذه مش بقعد طبيب لا انا كنت بالفلوس تخدم يرحم والديك ولا حتى انا ظروفي على بها ربي كرني الابيض معطوهوني انا كان اعطوني كرني الابيض راني وليت نعدي في السبيطار ما نخدمش بالفلوس انا شوف لي ترى شوف لي بين كتافي ترى انا عمري ما خدمت كلب بجرة الحال يرحم والدي اعمل لي ميساج هكاك صحيت صحيت ميساج هكاك يرحم والدي مساج عندي سخانه لا ما عندي سخانه لا 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 الدنيا سخنة كلم سامي شوف لي ترى الدويات هذا أنا ما نفهمش في الدواء أنا ما نفهمش في الدواء عطيتهم لي أنت المرة اللي فات موش أنا ولد عمي هكا طبيب وأنت ماكش طبيب لا لا أنا أنت لابس مرايا جيتك المرة اللي فاتت أي عاجبني لابس مرايا تكون طبيبة جيت عليه 35 دينار لا لا ما ناخذش فلوس بلاش أنا ما ناخذش فلوس أنا عمري ما خذيت فلوس من عند واحد مقابل عمل هاي نخدم كان مع الدولة عندي مكينة نقول له عطا الدوي كان ما عندي من عمل أول من ما تعرفش الدولة نكمل الخدمة عطا نكمل الحوار بس لك السكر طبعا حط الدم انزل ترى بدأت تخدم صحي جيت هات طرف الدم ترى شوف ترى قديش السكر ما عادش السكر طاح لك انت هو تقول لي ماكش طبيب هاي الماكينه قالت لي قلت يا اخي الماكينه يفهموها اللي يجي هنا السكر طاح لك اعطيه طابع سكر عندك شوفوا لي السكر هو عندي 9.6 ترحمش على والديك يا سهمين تعيش مش تصور انت باو اي مش تصور اعطيني 5000 فناخذ تاكسي كان تعمل مزيه يرحم الوالد يرحم العسل والله لا عندي حتى فرنك حتى تقول هو ما جيش كان يجيك ولدك يسمع البيت هكا تشرشها واش عنده ما يعمل لي طفل يوم سلى فيه وكان جا عبد راه هزني هو الطبيب علاش نقعد نتسلم مع عند الناس هات تفضل يرحم والديك نستناك في الباساج برا استنى يا باهي يرحم والديك هات تفضل هات الوحده بتاع السكر هات تخلي الدكتور خالد خرجوه يرحم والديك يا ربي يبارك لك ربي يبارك لك مساء الخير نستناك في الباصات ايوه هكاك صحيح يا ربي زيد سي يا يزيد تو ودي تقلق كيف شوي كيف والله انت تقلق ها اقعد بدا كل الكلام ها يا جاش الطفل وين هو يا ستة بلا نكمل الحوار ستة يا ستة هاني هنا هاني هنا يا ستة هاني هنا يا ستة تعمل هون انت تعمل هون او جي سيدي شيزو كان فيه يا باب هاي عند الوقت كده باش يعطيك كان فيه واش تعمل من قبل انا استنى فيك باش تهزني الا ما سهمي اعطاني 10000 لا هاي يمشي يمشي عاد لازم تعيط على ابوك يا سيدي لا يا وليد ما تعرفوش انت ديما هكاك ديما فاضحني في بلايص الكل تمشي ايوه باش تعيط عليه قدام الناس العباد اشتغل الفساج يا بدي هيك ها هو سيدي اللي قاعد يستناني غاد وين استناه؟ في الفساج باش يعدي عليا بعد ما يكمل برا عاد برا خلي يكمل برا خلي يكمل برا يا يا بشوي ما تعيطش تعمل كيف يا سيدي يا ولدي تشامبي تمشي يمكن الفوز يضرب 400 ألف دينار ويخلينا حتى 10000 راجل ويودوني زيد بلا حس يا ولدي هذه كم شيء خلينا ناخذ الفلوس بعد الراجل أنا فلوس أعطيه خليه زيد زيد يا زيد يا سيدي يا ربي خليه هكا تو يا ولدي يا زيد برا سيبه خليه سيبه لا تون رجع هكا لا تون جي بالك أتونسيون الدكتور هميلة المناقشات في المجلس أشبه بسوق عكاظ
فيما قضايا الناس ومشاغل المواطنين على الهامش، هل انتهت علاقتكم بالثورة واستحقاقاتها؟ أنا أعتبر روحي ابن الثورة، وأعتبر روحي ريح الثورة، أعتبر نفسي ذلك. ولكن إن أردت حقيقة، ابن الثورة في أواخر السبعينات من العمر، لا شنو نضرب جوع الساعة؟ نعم نضرب جوع احتجاج على موقف مثلا، احتجاج امشي في الشارع واعمل مظاهر، ضرب جوع شو معناتها؟ شنو 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 تفضل. عشر الاف من رئيس الشعب يا وقع، كان رئيس الشعب برا مش تاخذ انا من عنده 10000 يعطي يضر المسألة قال لي كل سكر فقرة مصورة. شكون اللي قال كل سكر؟ برشا معجبين ومعجبات. شكون اللي قال لك؟ صورنا في الشارع رائع ولا لا؟ استنى سي وليد، شكون اللي قال كل سكر؟ سي دكتور الميمي. يا استاذ عليه عنده سكر، هو عنده سكر، زيد توكلوا في طابع سكر. أنا بدي الواحد، أنا عنده 9-6، خذ له الواحد. يا أخوي سامحني. تسامحك بيك سكر دي بسكر، يا سيدي سامحني. يا سيدي قايد بيها قضية. قايد بيها قضية. لا. خليك معايا. عيب عليك يا وليد. لا معاش نقعد. لا معاش نقعد. لا مش خارج مع المسؤولية. أنا ما نتوقفش. على مسؤوليتي أنا. مش معقول. لا وشوية لقتله. اللهم صل على سيدنا محمد. ايش دخله؟ شو دخله؟ قالوا كل السكر. ايش عاد علي؟ يا ودي ما يجي دكتور، يا خليني بعقلي يرحم والدي، خليني بعقلي. لا ماش هرب، يبارك فيك. تحمل مسؤوليتك لو صار في حاجة. نعم تحمل مسؤوليتك. لا تحمل مسؤوليتي، يوزوني الحبس مستانس بي. أي تفضل مستانس. ماهيش حد عليك، ماني خايف. شو عملتك يا أخوي؟ ماني بوي. ليش عملت؟ يرحم والدي. مسؤوليتي تبدأ توصل. فرح جي. شو عملت لك البيت؟ ليش؟ يا ودي ماك. يا دكتور. لا مش معقول. لا مش معقول. يا دكتور. لا مش معقول. لا مش معقول الشيء اللي عملته أنت يا دكتور. أي وريني. أي هز المركز الشرطة. هز المركز الشرطة وقول هذا يوكل باب الشرطة. هز المركز الشرطة. هاي مش أخذ فعل المشكلة ليه؟ مش خرج. دولة فهمنا مع البو خلنا كبير ومريض وخذنا بخاطر ورينا مع الولد دولة بعقله. هات فول. يا شنو نقعد؟ ما نقعدش، ما نقعدش في المشهد هذا يا اخي. خرجوه يا اخوي، خرجوا نقعد. ما نقعد يا اخوي، خرجوا تنقعد. نجيب حذاك نيه، خرجوا تنقعد. شو الكلام هذا؟ شو هذا؟ مشهد مش نقعد فيه هنا يا عبدالله. لعبت علي فشل بالله. حط يدك على كتفك. يا باي باي فك علي حتى. انت مش توني معهم توا. والله لا، والله مش توني معهم. انت جوني مار هو ما ياخذش كيان بالكبة. حط يدك على كتفك. خوشه ما لما انت هاي ما بيروح. ماني خايف يا سيدي. يا دكتور هميل يضرني توم توم عاملين لي مشهد. يا سيدي هيا عاد فك على ولدي. عاد هيا فك على ولدي. ماني خايف سي هميل. سامحني عادي عليك. سيب تربح فيا انا. طيب فك علي. خط فك علي. ما عادش قاعد. ستار. لا ما عادش قاعد. لا ما عادش مكمل تو. هذا مش برنامج الحوار السياسي. ما عادش مكمل. ما عادش نكملوا احنا. برنامج وفاه. هذا ما مش برنامج الحوار السياسي. هذا برنامج اسمه سياسي في الفخ. انا وقت لك خرج ورجع. ادركت انه ثم لعبه في الوسط. ثم ماشي. ادركت انه ثم. وهذاك علاش قلت لك ما عادش قاعد. بالسياسة بالسياسة بس بس بالسياسة. سايسني يلي مسايسني ولا تحسب روحك عرب ديما بكلامك تكبسني زعما متسايس شفاف عاملنا فيها سياسي تفهم في لغة الكراسي شعاراتك ماكش ناسي لازم تحصل في المندا لازم تحصل في المندا الله 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 الله.
تعملوا